صايرة يعني بشكل أو بآخر. لكن تعتبر دولة عربية أخرى وهي حليفة لإيران مثل سوريا، يعني إذا حصلت فيها هذه الثورة مدى تأثيرها على إيران؟ أنا أتصور هو نسيم الحرية اللي بدأ وصار بصورة تسونامي للحكام، هو راح يوصل إلى بلاد الشام لا شك. فجميع مواصفات القمع والديكتاتورية والسلطة الفردية هي موجودة بسوريا كما كان موجودة بتونس أو بمصر بشكل أو آخر. فالتغيير راح يوصل إلى سوريا. فأنا أتصور أي ديكتاتور يسقط هو عدم مصلحة إيران راح تكون به. فإذا صار تغيير بالحكومة السورية، هي الحكومة الإيرانية راح تفقد أقلى ورقتها بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للعالم العربي. لكن سوريا معروفة أستاذ كوثر، سوريا معروفة بقمعها وديكتاتوريتها اتجاه الشعوب وتغمع، يعني إذا حصلت الثورة يا ترى يعني الحكومة السورية ما راح تواجه الشعوب بقمع واغتيالات؟ لا شك أنه أول نسخة اللي تنكتب للحكام هو القمع. فالسيناريوهات ممكن بالنهاية تتغير، لكنما أنا أعتبر ماكو شيء للشعوب، ماكو مستحيل. بالقمع أو بدون قمع أن الشعوب راح تتمكن من تغيير الحكام. ويعني لو افترضنا انه حصلت هذه الثوره، وحضرتك مثل ما اشرت بانه الثوره هي يعني جايه الى سوريا، هل ممكن يكون يعني اذا الحكومه السوريه قمعت تتدخل الامم المتحده كما الان بدات يعني تضغط على ليبيا بتدخل؟ طبعا الأمم المتحدة بالرأي العام هي تحت ضغوط، يعني فالتدخل أو عدم التدخل اليوم يتبع نظر الشارع. اللي جميع العالم اليوم على الشاشات التلفزة احنا نشوف القتل ونشوف لحظة الموت للمتظاهرين ونشوف عمل الحكام وهتافاتهم. الأمم المتحدة طبعا راح تتأثر من الرأي العام العالمي. فمثل ما نشوف بالنسبة لليبيا تقومون بتحريم، فراح ممكن عمل تدخلهم راح يصير مثل ما صار في يوغوسلافيا أو غيره مكان. نعود إلى إيران وسأل أخير، في حال ثارت الشعوب وأيضا هي ثائرة، الشعوب الغير فارسية العرب والأكراد والبلوش والحركة الخضراء، هل الحكومة الإيرانية تستطيع السيطرة عليهم أم سيكون النصر حليف للشعوب؟ لا شك أن الحكومة الإيرانية بالنهاية لا تقدر تسيطر على الشارع ولا تسيطر على الشعوب. عرضت لخدمتك أن الشعب ما يعرف المستحيل، والحكومة الإيرانية هم مصيرها كمصير باقي الحكام المستبدة في المنطقة أو بشمال أفريقيا وبكل العالم. وأنا أتمنى أنه هذا اليوم لا يكون بعيد، أنه فلا نصير مثل ذاك التونسي يوم اللي قال هرمنا. واحنا هم كجيل شباب الثورة 79 اليوم هم هرمنا وننتظر يوم إن شاء الله تغيير الحكام. بهذا مشاهدينا الأعزاء نشكر ضيفنا الأستاذ كوثر العلي الكاتب والناشط السياسي. إلى حوار آخر ولقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأن النظام لم يعد يتحمل أي نوع اعتراف في الداخل، لأنه الآن أصبح في مرحلة استعادة هيبته. سقوط هيبة النظام يعني سقوط النظام بأسره، وعندما تكسر هيبة أي نظام ديكتاتوري لم يبقى له شيء، ولا بد أن يسقط. لا للياس. أود أن أؤكد على نقطة، لا لليأس. الجهل واليأس هما أكبر أعداء القضية الأهوازية.